ممكن دفاعات جسمك زينة يتغلب على الموضوع، ممكن تركيز المادة كانت في البطن قليل فتغلب على الموضوع، بس لو كان دفاعات الجسم مو زينة وتركيزه عالي احتمال نسبة 90% يصير بيها سرطان. فما نتهاون بأي شيء، كل شيء هو ممكن يكون سبب فظيع حول تكون هذا المرض الخطير اللي حد الآن كل من يقول لك إله علاج إله ماكو علاج، ما ثبت إلى العلاج الصحيح، ثبت إلى علاج بس هذا ما يعتبر علاج إله. يعني مثلا أكو واحد من العلاجات اللي موجودة إنه هو الورم، صح تجميد ورم مكان معين يخلوله مثل التيوب ينفق عليه درجة حرارة ناقص 70 بحيث يتجمد، بس يطقونه هالشكل يتكسر. بس المشكلة أنا ما أقدر أجمد مثلا إذا صار عندي بالليفر، أقدر أجمد الليفر يعني بها ما أخيذ وبها قضايا ثانية أخرى. هسه اكتشفوا على أساس إن هو أكو فيروس معين، هذا الفيروس يتكاثر داخل الخلايا، أو كل فيروس لازم يدخل الخلايا. هسه قدروا اكتشفوا فيروس معين يتكاثر داخل خلايا السرطانية، يعني خلية طبيعية ما يتكاثر بيها، يروح يدور بالجسم وين خلية سرطانية طب ويدمرها. هذا إن وجد سووا عليه تجارب يقولون نجحت، بس هذا إن ثبت علميا وهاي بعد انتهت أنت علاجك تروح تأخذ حقنا من الفيروس. اوكي، والفيروس هو الكفيل اللي هو يدمر الخلايا السرطانيه، بس لازم نفس الوقت الدفاعات جسمك تكون صفر، انت تاخذ فيروس وجسمك يقتل هذا الفيروس لا طبنا ولا غدا الشر. فيروس هذا ما يؤدي السرطان، ما يؤدي الجسم، ما يؤدي. واي فيروسات تخلي الجسم هي ما تؤدي الجسم، واي واي R40, R45, R60 كلها هذني بالمعلبات من ترجعون للفيت أو بالمساحيق التجميل بالميك اب بالآيقونات قلبوها من وراء، تشوفون موجودة هاي المادة، إذا موجودة هاي المادة أقروها شنو معناته؟ كان كوز كانسر تو انهيليشن، كان كوز هيدروتي كانسر، كان كوز تيومر فور انبورن بريس كانسر، بريس يقصد بها سرطان الثدي. كلها هذني المواد يكتبون بها R60, R40, R كذا، وحتى على أساس يكون الكوستمر واعي إنه أنا اشتريت صبغ مال حيطان، والصبغ مال حيطان يكتب لك وراء مثلاً R60، يعني شنو Embryonic Fertility، ممكن يسبب عقم، يضرب سبرماتوجينيسيس الخلايا المكونة من المطف. أولا أحب يكون قارئ المعلبات منا ورايح، لازم تكتبون عليها وتقروها. ها زين، number of cases of cancer both sex in 2019 أكثر سرطان منتشر بالكرة الأرضية هو breast cancer، سرطان الثدي. يقولون نسبة ما بين كل 10 نساء واحدة يسميها سرطان الثدي، تمام؟ أكثر شيء هو توزيع بالنسبة للحالات، أتصور هاي الإحصائية صارت بأمريكا، بأمريكا ب 2019 عندهم 1,157,000 حالة سرطان، من هذا الني كانت النسبة اللي أكثر هو البريست كانسر، بعد يظهر شنو في أورا كانسر هو بالفعل نتيجة فيروس معين زين فيروس زين سيرفايكل وراها سرطان الرحم النسبة اللي أكثر، لانج تجي النسبة بعد اللي أقل من عدل. ليش اللانج؟ طبعا بالمناسبة اللانج كان أكثر من ذلك بس بعدين أقل، لأن أوروبا وأمريكا فرض الضرائب على التدخين. ليش باكيت الجقاير عندكم؟ تشترونه انتم؟ مدري باكيت الجقاير باوروبا 35 دولار. زين؟ بحيث اللي يريد يدخن يفكر بعد 100 مره حاول يدخن. يقضي له باكيتين باليوم يعني 70 دولار باليوم. وايد 70 دولار باليوم. فرضوا الضرائب على هذا الاساس حتى يفهمون، وهاي كانت النتيجه مالتهم تقريبا بالواحد 2 3 مرتبه الرابعه اللي هو اللان كانسر اللي هو سرطان ستومر اللي هو شنو؟ سرطان المعدة. بعدين other cancer ممكن liver cancer، testicular cancer، أكثر شيء هو breast cancer. وينصح كل الشباب وكل النساء لازم بين فترة وفترة يفحصون اللي هو فحص اللي خاص بال breast cancer، فحص فيزياوي، فحص بالدم، يعني أفضل لا تكون. بالنسبة للتوزيع countries نصت فيها البلدان، اكثر بلد ب 2018 صارت فيه حالات كانسر اللي هو ايجي اسيا. ليش اسيا؟ يعني قاره، لا اكثر قاره، العفو قارات مو بلدان، قاره.
يا هو أكثر قارة آسيا. ليش آسيا أكثر قارة يكون بيها الكانسر؟ ها؟ شنو؟ تلوث. تلوث صح. أفريقيا ما بيها تلوث هواي لأن هي أغلبها برية. القطب الشمالي والجنوبي أصلاً هو شبيه قطب الجنوبي متجمد. يوروب وأمريكانز أكيد نسبة التلوث ما راح تكون مثل أيجيا. ليش أيجيا؟ لأن كل الصناعات هي بالصين وبتايلاند. وبعد وين؟ الصين وبتايلاند. يابان لا قليل الصناعات ظلت بيها. هي بين شرق آسيا ماليزيا صين تايلاند لك مصانع بحيث مدن بعد ظل ماكو بيها يعني سكن. يباتون بنفس المصنع، مصنع طابق ويباتون به شرباي عليها خمسة ستة كلهم يقعدون الصبح يتريقون ويشتغلون ودق هاي أبخرة ودق هذا كله وهاي لأن الدنيا كلها تعتمد على الصين. أكو شيء هسه عندنا مو صين إحنا؟ ماكو شيء عندنا مو صين، كلها صين. لا أكو تصنع بالصين تدزل أوروبا تختم بأوروبا ويدزوها. فهمتني ما فهمتني؟ ماكو مصانع بعد الأوروبا. جنرال موتورز تعرف شنو جنرال موتورز؟ بهبهانات وهاي بعد ماكو كله بالصين يصنع وهناك يخدموها بأمريكا. أي أي اي 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 صدق بس درجة أولى صناعة درجة أولى مو الصيني هذا مال عبد الله بن علي ها؟ ماكو استشاري مصنع استشاري هذا من ياخذون المعدات لهم يشوفوها صالحة يختموا عليها ويطلقوها وين تحشدته بعد ما المهم فيجي أول شيء بعد ثاني شيء توزيع السكاني بيجي قارة آسيا توزيع السكان بها أكثر من كل القارات اللي موجودة صح ولا غلط بعد أكثر حروب صارت هنا وين؟ بالله من خلال القارات. إيه العراق ضمن يعني صارت حروب بأوروبا من يعني قبل ورا ميت يعني ورا الأربعينات ورا الحرب العالمية الثانية أكو حروب بأوروبا بأمريكا أكو حروب أمريكا السرطان ثلاثة أرباع من ورا المخدرات من الفوخان مالتهم أي أيوة والله أفريقيا ماكو بيها هم عبيد هم أصلاً عبيد جاي يشردون منا يحون لأمريكا والله حتى في سرطان لا يحسب على أمريكا مو لا فأجي هي أكثر دولة أو أكثر قارة سوريا يكون بها عدد السرطانات أكثر وأيضا الوعي الصحي اللي موجود بين القارات يكون أكثر من الوعي الصحي اللي موجود بهاي القارات صح ولا أنا غلطان يعني حتى أفريقيا لا أفريقيا بنقول إحنا قارة أفريقيا شنو عاصمة أفريقيا جوهانسبرغ جوهانسبرغ عاصمة أفريقيا اللي هي صرت جنوب أفريقيا يوم طب وشوفوا على الويكيبيديا على هشوفوا جوهانسبرغ دولة أوروبية دولة أوروبية سكان بيها هم ثقافيين مرتبين كأس العالم صار بيه كأس العالم صار حد أكلين لحوم البشر صح ولا غلط الشمس طبعا تأثر بذلك ثلاثة أرباع أستراليا عندهم سرطان الجلد نتيجة أشعة الشمس هناك عندهم بهم مشكلة إنهم يعبر اليوفي لايت مالتهم شون يصير السرطان تحبون نشوف الفيديو ونخلص محاضرتنا راويكم فيديو يلا من خلال هذا الفيديو تخيلوا هي عبارة عن عائلة طبيعية عائلة مرتبة قاعدة جاي تتغدى أكيد لأن هذا وقت نهار يعني وجاي تقعد وأكيد الأكل اللي عندهم وهذا جاي يشوفونه كله أكل صحي ومبين الأم مرتبة بحيث الأطفال نظيفين والأب مرتب يعني مو عايشين ببيئة فقيرة لو مو تمام لا هذا شلون يصير السرطان دول راح يصير بيهم سرطان شلون راح يصير بيهم سرطان يعني تشوفون هذا الظل اللي أو أشعة اللي جت عليها هي أشعة الشمس أشعة الشمس تحتوي على اليوفي لايت راح يصير بنتريشن اختراق للجلد أشعة الشمس من تتعرض لها أنت إيش راح يزيد عندك يزيد عندك من إفراز صبغة يسموها صبغة الميلانين بحيث اللي يقعد بالشمس راح يكون شنو أسمر زيادة على إفراز الصبغة اللي هي يسموها صبغة الميلانين فهم قالوا إحنا نقعد نتغدى وهم نصير سمرين يعني لأن إحنا بأوروبا الأسمر حلو والأبيض مو حلو بأوروبا إحنا عندنا لا الأبيض حلو والأسمر ما ماشي أموره بس المشكلة هاي من تفرز ميلانين هواي أشعة الشمس ما راح توصل حول الخلايا بس فقط على إفراز الميلانين راح تعبر وين توصل عليه من إذا تلاحظون هذا شنو هو الدي إن إيه إيش راح يسوي للدي إن إيه صار به هنا بالدي إن إيه فصل عندنا جزء من الدي إن إيه من تسلسل القواعد النيتروجينية تسلسل القواعد النيتروجينية هي ATCG أدنين ثامين سيتوسين جوانين
فقط وحدة الـ AT والجي أو C والجي فقط قواعد نيتروجينية. على أساسه صار ترانسفورميشن للخلايا، تحولت من خلية طبيعية علما إلى خلية سرطانية. وظل شنو يصير بيها؟ تتكاثر 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 حد ما كونت هاي الهالة الكبيرة من الخلايا، تسمى هاي الهالة الكبيرة هي التيومر. التيومر نقصد بيها هو الورم السرطاني، وتكون عندنا السرطان. بس مو هاي حدها وانتهت، ممكن خلية من هاي الخلايا صار بيها ترانسفورميشن، وين راح تروح؟ راح تنسلخ من هذا التشو وراح تعمل وين؟ على مجرى الدم. وين راح تروح على مجرى الدم؟ راح تروح على عضو ثاني، راح تتكاثر على العضو الثاني، راح تكون هاي الكتلة الكبيرة وتكون عندنا ورمة ثانية، وذلك يسمى هو انتشر السرطان. تمام؟ بس معناته هو واحد من عندهم راح يموت او راح يفلى من هذولي؟ لا، مو معناته صار سرطان يعني صار مرض اكو سرطان. اكو خلايا دفاعية موجودة بالجسم، اكو خلايا نفسها هي مرات تحس على نفسها انها تحولت الى خلية سرطانية وتدمرت. وهاي وانتهت. بعد السؤال؟ نعم. ليش اكثر نسبه سرطان سرطان الثدي؟ لان اكثر الخلايا اللي يسموها مامل سيلز، الخلايا اللي تفرز الحليب، هي خلايا طبيعيه راح تتحول ترانسفورميشن الى خلايا ثانيه تتضخم تنتج حليب. مشكله نتيجه التحول مالتها راح تتحول، راح تاخذ مجرى ثاني، هي خليه تنتج حليب وخليه كبيره هي راح تكون خليه سرطانيه. يعني تحول شو ما اقول